هذا ويعد منهج المواطنة من أبرز المواد التعليمية في مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة، على اعتبار أنه أداة فاعلة في تنمية الإحساس بالانتماء الوطني. نعم، هذا المنهج الدراسي قد تم اعتماده وتطبيقه لمختلف المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة من منطلق تعزيز وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم. من منطلق تعزيز وعي الطلبة بحقوق المواطنة وواجباته ومسؤولياته كمواطن بحريني تجاه وطنه ومجتمعه، حرصت وزارة التربية والتعليم على أن تجمع كل المعارف والمبادئ التي تنمي روح الانتماء بداخلهم في منهج التربية للمواطنة التي تدرس في مدارس البحرين الحكومية والخاصة. حرصنا على إقامة نادي متكامل لمادة المواطنة. من خلال هذا النادي يتم عرض أهم الدروس المتعلقة بمادة المواطنة، وكذلك باستذكار التراث الوطني الزاخر لمملكتنا الغالية من خلال سينما الميثاق طبعا، وأيضا استذكار أهم الأمثال الشعبية، وكذلك الحرص على الدورات التي تنمي المواطنة لدى جميع أبنائنا الطلاب مختلف فئاته. منهج المواطنة من أهم المناهج اللي تشكل عقلية الطلاب من مختلف نواحي الحياة، لأنها تتصل بشكل مباشر بالوعي بحقوقهم واكتساب واجباتهم كمواطنين، وتعزز روح الوطنية لدى الطلاب حيث تزرع حب الوطن والانتماء له. في نقطة ثانية جوهرية يحتويها المنهج على مختلف المراحل هي الوعي بالحقوق والمسؤوليات الفردية والتدرب على ممارستها. تنمية المواطنة مسألة تربوية مهمة تحظى باهتمام بالغ في مملكة البحرين، فهي منهج أساسي مرتبط وبشكل مباشر بالمواطن، وأداة فعالة في تنمية الإحساس بالانتماء للمجتمع والوطن. لذا يأتي دور المعلم في تعزيز المواطنة لدى الناشئ من خلال بث الوعي بتاريخ وطنهم وإنجازاته وتثقيفهم بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للمملكة. تربية المواطنة مرتبطة بالكشاف، والكشاف مرتبطة بالمواطنة، والكشاف والمواطن يساعدون على حب الوطن واعتزاز فيه ونطبقه في الحياة اليومية ومع زملائنا وفي المدرسة. تنمي في الطالب حب الوطن وولاء للوطن وانتمائه، وفي نفس الوقت تعرفه على حقوقه وعلى واجباته. ويعني من أبرزها يعني عزز الوطنية عندنا، يعني إذا قدرنا أن مثلا إذا طلعنا مكان نقدر نتحكي عن ديرتنا وعن البحرين. مفاهيم أصلية وسامية يضمها منهج التربية للمواطنة يتم غرسها في وعي الطلبة، كالديمقراطية والتسامح والحوار الهادف وتقبل الآخر وتعزيز جميع الجوانب والمواقف الحياتية المدرسية، وذلك لتجسيد هذه الحقوق خارج المدرسة من خلال العاملين في الحقل التربوي. غرس روح الانتماء والمواطنة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال منهج التربية للمواطنة بما يضمه من محتوى غني بالعديد من المواضيع الجوهرية والمرتبطة بشكل مباشر بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين، يتم تدريسها للطلبة بدروس تفاعلية وتطبيقات عملية وأنشطة مختلفة في الفصول الدراسية لإيصال المعلومات لهم بأسلوب سهل وبسيط، لتكون هذه المعلومات بمثابة منهاج حياة لطلبة مملكة البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.